والحمد لله يمكن للمرء أن يصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له أجره تاما كاملا. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، كامل الأجر الذي يفعله المرء حال صحته فإنه يثاب عليه حال مرضه. فالمرء يصلي في بيته ربما منفردا أو مع أحد أولاده، ثم بعد ذلك يؤجر أجر صلاة الجماعة تامة. السبب أمران أو اجتماع أمرين: الأمر الأول أنه كان محافظا على هذه الصلاة حال صحته وحال إقامته، ولكن المغبون الذي لم يكن قد حافظ على الجماعة في ذلك الوقت فإنه يفوت عليه أجر أجره غيره من غير فعل. ولذلك دائما المسلم يحرص على أن يجعل هذه الطاعات من الأمور اللازمة له في حال صحته وقوته قبل ضعفه وعجزه، لكي يستمر عليه أجره وإن كان مريضا. القيد الثاني وهي النية. المؤمن نيته يثاب عليها أعظم مما يثاب على أفعاله. وقد روينا عند الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. فكم من امرئ ود لو كان صائما قائما منفقا عالما يبذل علمه وغير ذلك من الطاعات العظيمة، وإنما منعه عن ذلك أمر لا يستطيعه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الأجر سواء. فالنية هذه عظيمة، والمسلم دائما نيته أبلغ من عمله، يؤجر على نيته أجرا عظيما لم يكن قد عمله أو عمله ببدنه ولا بجوارحه. وهذا فضل الله عز وجل أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.